أسعد الله صباحكم مشاهدينا ترند وين ما كنتوا وبكل مكان، لقاء جديد يجمعنا فيكم مع جولة سريعة رصدنا من خلالها أبرز الأخبار والهاشتاغات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وبنبني جولتنا بفيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي وحساباته عن كلمات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله وتعهده بالتفاني في خدمة الوطن والإخلاص لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. الفيديو رصدنا لكم من حساب مركز التواصل الحكومي على منصة إكس. فإنني أعاهدكم بعزم وبثبات بأن أكون دوما وافي القسم، حافظ العهد، العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم، متفان بخدمة وطني، أمينا على مصالحه، محافظا على أمنه واستقراره، راعياً لقيمه وأصالته ووحدته. واستمرارا لتطوير المنظومة الصحية بالبلاد بنشوف فيديو من حساب وزارة الصحة بمنصة إكس لمركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى في منطقة الصباح الطبية التخصصية. نتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في الفيديو المتداول على الشاشة. مركز الكويت لزراعة وأمراض الكلى مركز تخصصي متكامل ومزود بكافة التخصصات الطبية اللازمة والاحتياجات المطلوبة لرعاية وخدمة مرضى زراعة الكلى في دولة الكويت، والقيام كذلك بكافة الإجراءات التحضيرية لمرحلة ما قبل زراعة الكلى وكذلك الرعاية الصحية لمرحلة ما بعد الزراعة. المركز مكون من 4 طوابق ويحتوي على العيادات الخارجية المخصصة للمتابعات الدورية، وتشمل بالإضافة لعيادات أمراض وزراعة الكلى للكبار والصغار، تشمل العيادات التي قد يحتاجها مريض الكلى لإتمام عملية زراعة الكلى ولما بعد الزراعة، مثل عيادة أمراض القلب وعيادة الجهاز التنفسي وعيادة الجهاز الهضمي وعيادة التغذية. كذلك يحتوي على قسم للطوارئ يقدم الرعاية الطبية على مدار ساعة وأربع أجنحة للرجال والنساء بسعة تصل لـ80 سرير مزودة بغرف للعزل وقسم للعناية المركزة، وبجانب العناية المركزة هناك جناح خاص للغسيل الكلوي المزود بأحدث أجهزة وفلاتر الغسيل وبسعة 20 سرير. في المركز كذلك وحدة لمناظير الجهاز الهضمي ومناظير الجهاز التنفسي والتي تجرى عبر طواقم طبية مؤهلة ومتخصصة، وقسم للأشعة وصيدلية مركزية تخدم المركز ككل، وصيدلية أخرى لصرف الأدوية والعلاجات من العيادات الخارجية، هذا بالإضافة إلى مختبر لعمل كافة التحاليل التحضيرية والتحاليل الخاصة لمتابعة مرضى زراعة الكلى. ولما كان الاهتمام بالبعد البحثي والتعليمي من أولويات الممارسة الطبية، خصصت في المركز مكتبة إلكترونية وقاعة محاضرات لمدارسة آخر المستجدات والتطورات العلمية والبحثية. أما محطتنا الحالية بتكون تحت الهاشتاغ المتداول وزارة التربية اللي انشرت عبر حساباتها الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي، انشرت جدول امتحانات المعدة للصف 12 للقسمين العلمي والأدبي. ننتقل معكم لحساب بلدية الكويت وبنتوقف مع جولاتها الميدانية اللي تقوم فيها فرق البلدية لرصد العقارات المخالفة لأنظمة البناء بمساندة وزارة الداخلية لأخذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
تحت هاشتاغ الجرائم الإلكترونية، حذرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر حسابها بمنصة إكس من حسابات الشاليهات الوهمية، ودعت لتجنب التعامل مع أي جهة غير موثوقة تروج لتأجير الشاليهات للحماية دون الوقوع في شباك عمليات الاحتيال. انطلاقا من حرص الهيئة العامة للبيئة على مواجهة الرعي الجائر بالقرب من المواقع العسكرية والنفطية، تم تنظيم حملة تفتيشية لرصد المخالفين، وحول هالموضوع نشوف معكم فيديو متداول لتصريحات مدير إدارة التفتيش والرقابة في الحملة التفتيشية. اليوم حملتنا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، طبعا هي لرصد التعديات الموجوده بالقرب من المناطق العسكريه، وهذا يخالف قانون حمايه البيئه وتحديدا الماده 40 واللائحه بشكل ادق، واللي يؤكد على الابتعاد عن كافه الانشطه البشريه عن المناطق العسكريه والمناطق النفطيه مسافه لا تقل عن كيلوين. وطبعا اليوم بحملتنا تم رصد العديد من التعديات اللي تخالف نص الماده، وتم تحرير العديد من المخالفات، وجاري استكمال الحملة. الحملة مستمرة لمدة شهر، بشكل يومي راح يتم تغطية المنطقة، وعقوبة المادة تصل إلى 5000 في حال تمت إحالتها إلى النيابة، و250 صلحة في حال تقدم المخالف للصلح من الهيئة العامة للبيئة. بعز حرج وغبارج حلوة ونحبك يا الكويت، كانت أغلب تعليقات نشطاء التواصل على أحوال الطقس المتداولة خلال هذه الأيام وارتفاع درجات الحرارة المصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للغبار. الله يهون على الجميع حرارة الطقس، ونشوف التداولات معاكم على الشاشة. برز هاشتاغ رائدة الفن الخليجي حبابة الكويت الفنانة القديرة مريم الغضبان عبر منصات التواصل، وذلك بحلول الذكرى السنوية 20 على رحيلها، ولتصادف اليوم 3 يونيو عام 2004، واستذكر نشطاء التواصل مسيرة الراحلة الفنية الكبيرة التي لا تنسى، داعين لها بالرحمة والمغفرة. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. لا يانا وياكم خير اللي فانا ولفاكم، شر تعدانا وتعداكم. تعالي تعالي بشوف شلون افرصك فرص. انا افرصك فرص. شو الشطانه انت؟ شو الشطانه؟ ليش ما تصيري مثل اختك عادل؟ ها؟ لا ما تطبيني غصب عنك كذي تسوين وسكتين. شو ما تستحين على وجهك؟ لا لله عليك سيري مثل اختك عاجل. ولهنا مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام جولة اليوم، نترككم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.